السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبايب قلبي اللي زعلانين عايزين فيديوهات الحمام، النهاردة ان شاء الله هنصور الحمام بإذن الله. طبعا انا لسه اول دخول عندهم النهاردة، وتحتيهم عايز يتنظف. انا اسفة على المنظر، بس ايه، بما اني داخلة عندهم انضف لهم، انضف عندهم، اصور لكم بالمرة ايه الحمام. حبايبي انا برضاش اصور الحمام كتير عشان الحمام ما عليهوش تفاعل، يعني حسيت ان الناس مش حباه، مش حابه ايه فيديوهات الحمام، فقلت ايه اقلل لكم منها ايه على قد ما نقدر. المهم سمي بالله ونصلي على سيدنا محمد. حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين. شايفين الخناقه دي؟ طبعا انا جراكن كنت حاطاها كده الناحيه دي كده، لفه بيها الاوضه، حاولت احطهم فوق بعض واركن كده ايه، واروق اوسع لهم المكان شويه، حسيت ان هم متضايقين في الاوضه ضيقه عليهم. المهم صلوا على النبي حبايب قلبي. طبعا انتوا قلتوا وريني ايه، ما بتصوريش لنا الحمام، وما بتصوريش البطه اللي راقده. يا حبايب قلبي انا صورت البطه، عملت لها فيديوهين ولسه ما طلعتش. لما تطلع انا هصورها لكم، وهصورها لكم تاني قبل ما تطلع. هي على وشك ان هي ايه تطلع خلاص يعني ان شاء الله. تعالوا بقى ايه نشوف الحمام بتاعنا، وهصور لكم البطه بامر الله ما تقلقوش. المهم إيه، طبعا اللهم صل على النبي، احنا عندنا طبعا ايه الزغاليل بتاعتنا الجميله اهي، امسكها لكم. ده زغلول، الزغاليل بدات تطلع من العشه وتجري بره ما شاء الله. ده زغلول من اللي هم ايه اللي كانوا طالعين عندنا الشهر اللي فات اهو، ما شاء الله. ده منهم إيه، انا مربيهم عشان ايه، مش عايزاهم، مش هذبحهم يعني، هخليهم ان شاء الله للبيض بامر الله. حتى عم ما اعرفش اعمل حمام على ايدي ولا ايه. المهم إيه، ما شاء الله اللهم بارك. هم تبصوا بيطلعوا ياكلوا وبيلقطوا خلاص ببقهم الاكل دلوقتي إيه، يعني كبروا ما شاء الله. طبعا هنربيهم ايه للبيض زي ما قلنا، احنا عايزين نزود ايه، هم الاربع تجواز احنا عايزين نزودهم، نخليهم يزيدوا، وبعدين كده ايه نبقى نذبح بعد كده منهم. اللي هيزيد عندنا ايه نبقى ايه يا دي نذبح منه إيه، لو اتبقى حاجه وكتر عندنا الخير، بس مش دلوقتي خالص. ده ان شاء الله نبقى نبيع منه. المهم بصوا، عايزه اوريكم بس ايه اللي هم الحمام اللي كان طالع عندنا، اللي هم اربع زغاليل اهم، دول ثلاثه اللي واقفين اهم، ثلاثه دول زغاليل ما شاء الله اهم. بصوا البني ده عايزه امسكه لكم، ما شاء الله البني ده زغلول. اخوه فين بقى؟ اخوه اهو، تعالى اهو ما شاء الله، دول اخوات. بصوا اللهم صل على النبي يا جماعه، حجم الزغلول حاجه زي العسل ما شاء الله اهي. اهو يعني البني ده الجزء البني، دول اخوات اهو. اه الجزء البني ده كان طالع مع بعض، وعندنا اللي هي الرمادي دي، الرمادي والبيضه دي اخوات. اهو اللهم صل على النبي، يعني عندنا جوز بني دي والبني دي اخوات، والبيضه والرمادي اخوات ما شاء الله. وعندنا بقى بشره حلوه تاني، اللهم صل على النبي اللهم بارك. عندنا دي راقده اهي ما شاء الله، صلوا على النبي حبايب قلبي. ما تنسوش بقى اللايك يا اللي زعلانين عشان الحمام اهو ما شاء الله. انا عارفه حبايب قلبي ان انتوا على طول بتحطوا لايكات وبتكتبوا لي تعليقات جميله زيكم، ربنا يخليكم حبايب قلبي تسلمون. وعندنا كمان مفاجاه حلوه، عندنا كمان جوز راقد هنا اهو، ده طبعا ده الذكر اللي هو راقد، يعني هي انتوا عارفين ان الذكر بيرقد حبه والنتايه بترقد حبه وكده. وعندنا اللهم صل على النبي في واحده بتجمع اهي، بتجمع عشه اهي، بس لسه ايه ما باضتش اهو. انا ما بخبيش عنكم حاجه، انا والله كل الحاجه اللي عندي بصورها لكم، بس تلاقوا ايه يعني في ناس بتبقى حابه موضوع البط قوي، بتبقى غاويه البط، فتلاقي فيديو البط ايه عليه تفاعل إيه، فالواحد بصراحه ربنا يعني انا الحاجه اللي عليها تفاعل بحب اظهرها للناس. ليه بقى؟ عشان القناه تمشي يا جماعه، ما هي القناه، هو القناه واقفه، مش ما تفكروش ان هي يعني بتجيب فلوس او حاجه، لا والله لسه ما في حاجه خالص. فطبعا انا باخد الفيديو اللي يجيب مشاهده واكرره. طبعا انا ما عنديش غير البط اللي موجود عندي دلوقتي، فطبعا هصور لكم ايه يعني، هروح اشتري، مستنيه لما البطه ان شاء الله تطلع بامر الله، ونبقى نصور لكم الجديد. وصورت معاكم الفراخ البيضه برده، يعني حسيت ان انتم مليتوا منها يعني، عشان ما عليهاش برده تفاعل. حبيت اصور معاكم الحمام تاني اهو،
واوريكم يعني الحاجات الجميله اللي ما شاء الله اللي راقده دي، ودي اللهم صل على النبي لسه طبعا ايه الجزء اللي هو الازرق ده ما بضش لسه، ده لسه صغيرين شكلهم كده ايه ما بضوش لسه دول، بس هم دول اللي بيجمعوا العش، اللي هو الازرق ده اللي بيجمع العش اللي هنا ده، عشان هم بقالهم فتره بلاقيهم في المكان ده، يبقى هم ايه معناها كده ان هم ما شاء الله قربوا. يبقى عندنا الجوز اللي هو البني اللهم صل على النبي، اللي هي النتايه البني اللي واقفه جنبيهم دي، دي هي اللي بايضه هنا اللي هو ذكر معاها اهوت، هم دول تبع بعض اللي مطلعين الزغاليل البني دي، دي تاني مره ما شاء الله اللهم بارك. والجوز اللي هو الابيض في الرمادي ده تبع النتايه اللي هي البيضه دي، والذكر بيبقى لونه كحلي كده، في الذكر بتاعها لونه كحلي فيه رشتين من ديل وبيض كده تقريبا، اللي هو واقف هناك ده مش عارفه هو فين، تقريبا اللي واقف هناك ده او اللي جنبها تقريبا مش عارفه. إيه عايزه اقول لكم ان انا يعني مش خبره قوي في موضوع الحمام، انا لسه يعني ايه على قدي. واللي ما شاء الله اللي رقده الجميله دي اهو اللهم صل على النبي، ادي كل يا جماعه ايه الحاجه اللي عندي اللي لسه ما طلعوش الزغلل البيض اللي هم راقدين عليه اللهم صل على النبي. بس هقول لكم على حاجه نسيت اقول لكم عليها، عشان انا نسيت وقلت لكم ان دي ما باضتش، لا دي باضت يا جماعه، اللي هي البيضه دي باضت بعد ال اه معلش انا وقفت الفيديو. دي يا جماعه بعد ما طلعت الزغلولين دول وكبروا شويه باضت تاني، انا اسفه معلش باضت. المهم باضت ايه، كنت حاطه لها جيركن في المكان اللي في الوش ده كده، طبعا ايه حطيت لها قش ما رضتش تاخد قش، انا طبعا رحت ايه يعني بصراحه ربنا اتصرحت وحطيت لها حبه قش، هي شافتني بحط القش ما رضتش ترقد على البيض خالص، بصوا يا جماعه سابته ما رضتش ترقد عليه. كنت والله كنت زعلانه جدا، عشان الحمامه دي ما شاء الله بتطلع الزغلول حلو قوي اللي هي ولادها الرمادي دوت والابيض في اسود ده، فزعلت بصراحه على البتين بتوعها. المهم ايه قلت اعمل ايه، انا عندي اتنين راقدين طبعا، خلي بالكو في حمام بيقبل وحمام لا، خلي بالكو في حمام زي ما قلت لكم بيقبل وحمام لا. طبعا الجوز ده كمان اهو ده راقد والكحلي دي راقده. المهم رحت واخده طبعا بيضه من الاثنين بتوعها اللي باضتهم الحمامه دي، ورحت واخده حاطه واحده هنا تحت البني وواحده تحت الازرق ده، تخيلوا ان الزرقاء دي ما قبلتش البيضه نهائي، والله مش هتصدقوني خرجتها بره القفص نفسه، خرجتها رميتها بره القفص. شفت يعني الحمام ده بصراحه ربنا يعني ذكي جدا ما شاء الله. بس في حمامه بتبقى حنينه وحمامه بترفض ان هي تنام على بيضه حمامه تانية، البني دي ما شاء الله بقى حنينه رقدت على الثلاثه بصراحه ربنا حطتهم لها، ربنا بس يبارك يا رب ايه ويطلعوا وما يطلعوش ايه فاسدين او تطلع فيهم حاجه. بس بقى في مشكله ان هي الحمامه دي كانت راقده بقالها يومين او ثلاث ايام، وانا حطيت البيضه الثانيه ما اعرفش بقى هتطلع، هي هتطلع اكيد بعد لما هي تطلع بتوعها، عشان دي بعدهم بيومين مش عارفه بقى هتستنى لما تخرجها ولا هتقوم وتسيبها مش عارفه هي ونصيبها. المهم لما الحمامه دي بقى طلعت البيضه بره المكان بتاعها كسرتها، فيعني برضو دي حاجات بنتعلم منها ان انا مع الحمامه تبقى بايضه ان شاء الله تكون بايضه في الارض على جنب سيبيها ما تجيش عندها، دي حاجات يا جماعه بنتعلم منها، يعني ما تشيليش الحاجه من مكانها سيبيها، لو بايضه على الارض سيبيها هي هتدفي البيض بتاعها وهتتعامل. انا صعبت عليا قلت هترقد على لحم الجيركن كده ما فيهوش قش ولا في حاجه، رحت حاطه لها حبه قش وحطيت البيضتين جواه، هي شافت كده اتجننت بصراحه ربنا، ما رضيتش تروح تنام عليهم ابدا وسابتهم. قلت انا اتصرف، رحت بقى حاطه واحده زي ما قلت لكم هنا وواحده هنا، طبعا دي كسرتها خلاص يلا يعوض علينا ربنا وطلع بس اللي تحتيها، وربنا يبارك في القليل حبايب قلبي، وما تزعلوش زعلكم على يعني ما بحبش ازعلكم بصراحه ربنا، بس والله انا بحس ان لما بلاقيكم متفاعلين على فيديوهات البط بحس ان انتوا حابين البط اكتر، وما تزعلوش مني انا هزهقكم من هنا ورايح برضو فيديوهات عن كل الطيور اللي عندي، اي نوع عندي طيور هصورهم. حبايب قلبي تسلموا لي كلكم، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ما تنسوش في الدعوات بتاعتكم الجميله، دعوه حلوه من القلب كده، وكل سنه وانتم طيبين، وصلاه النبي طبعا قبل اي شيء، واللايك يا حبايبي بالله عليكم ما تنسوش.